يستعد الفنان أمير كرارة لتصوير أولى مشاهده باللغة التركية في مسلسل تحت الأرض أمام النجمة التركية سونغول أودون. أمير لم يمنعه تصوير مشاهده طيلة الفترة السابقة من تعلم اللغة التركية، الذي حرص على حضور دروسها مع المترجمة التركية التي اتفقت معها الشركة المنتجة لتعليم اللغة التركية. المسلسل يشارك في بطولته الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة ودينا الشربيني وإنجي المقدم ورشا مهدي وياسر المصري، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج حاتم علي. خليه يسلمهم له بإيدي ويعلم عليا، أنا هحش رقبته فيها. مفيش حاجة هتخليك محترم قد القرش. مش كل واحدة اتجوزت راجل عارف يسدد، انت سيد الرجال. ما تنسوش عشان كلكم مستثمرين اللي عندها صوت كل عزيزي. وانت كنت فاكر نفسك انا مش خيشة اللي داخل واللي خارج يدوس. انا لو كنت اتعكشت كانوا هيرحلوني وقتي. انا مستعد اعمل اي حاجة عشان ما تسيبنيش. عارف انا مش هتجوز ليه؟ عشان ما فيش واحدة بنت حلال هتتجوز عيلة نحرم. مش عشان نحيي روح نموت اتنين. انت كنت معايا ساعة ما الاسم كان متحرق. هو المفروض اعمل زي الناس عشان اعرف اعيش. هتعيش بكل حاجه. نمسح فيك جزمنا واحنا داخلين. يا وليه حيزاني اقلع بنتي شبكتها نهارسه وحيه. حتى الفساد نفسه بيكون محكوم بنظام. بناخد حقنا منها بالدراع، بس يا ترى بقى دراعنا ده هيسد معانا لبكره ولا هيقع مننا؟